مساء الخير يا استاذ عزه، ومساء الخير على ضيوفك الجمال، ومساء الخير على جمال زايده. خير يا سياده النقيب. مساء الخير عليكم جميعا. لسه كنا بننادي عليك قبل الفاصل على الهواء، وكان الاستاذ رفعت رشاد بيقول استاذ مكرم محمد احمد يمكن هو الوحيد انه ممكن يحتوي هذه الازمه ويخلص الموضوع النهارده قبل انعقاد الجمعيه العموميه بكره. أنا لحد طلب من الوساطة والناس اللي موجودين في النقابة دول ناس متصورين إنهم زعماء كبار ومتشبثين بمواقف عنترية، وتعال أقعد مع رئيس الوزراء، لا مش هقعد مع رئيس الوزراء، تعال أقعد مع وزير الداخلية، لا مش هقعد مع وزير الداخلية. أنت شغلتك في الحياة الحوار والتفاوض والوصول إلى حل وسط والالتقاء مع الناس في منتصف الطريق والبحث عن نقاط التقاء مش نقطة حياة، وما تصحب يعني ايه؟ أنا الناس اللي موجودين في النقابة دول أنا للأسف يعني لا أتعشم فيهم خيرا كثيرا، وعشان كده وأنا خايف من بكرة، مش خايف من بكرة من إنهم هيحشدوا جمعية عمومية، هم لن يستطيعوا أن يحشدوا جمعية عمومية كاملة. ممكن يوصل لألف، ممكن يوصل لألف ومئتين، لكن أن تنعقد الجمعية العمومية بحضور 4000 عضو أعتقد ده هيكون عملية صعبة جدا إن لم تصل إلى حد الاستحالة. اللي أنا خايف منه إن إحنا منظرنا بكرة هيبقى وحش. الشتيمة، كل طيار عاوز يبين نفسه، الإخوان النهاردة مشمعين الفتلة ومتصورين إن بكرة هيبقى يوم المشهود بتاعهم. الاشتراكيين الثوريين، ستة ابريل، كل هذه الجماعات الممهضة. وانا مش انا 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 عاوز احيي شجاعة عبد القادر شهيب لانه قال اللي انا ما قدرتش اقوله، ان هو افصح عن حقيقة الشعارات اللي بيرفعها هؤلاء داخل النقابة. واعتقد يعني ان الناس هذه كلها تعرف انه هذه الجهات جزء مننا صحيح وجزء من المجموع الصحف، لكن لا يمكن ان يكونوا هم كل المجموع الصحفي ولا هم كل التيارات الصحفيه. والنقابه لا ينبغي اطلاقا ان تكون منبر لتيار واحد من كل التيارات، وده خطا اللي وقع في مجلس النقابه الرائع. ومع ذلك بدلا من ان هم يبحثوا عن طريق وسط ويعرفوا بالفعل ايه الحدود القانونيه والحدود النقابيه لدورهم، أنا شايف بس عمليات تمويل. لا مش هنقعد مع رئيس الوزراء، لا مش هنقعد مع وزير الداخلية. ما ظنيش إن ده موقف نقابي صحيح، ولا ظن إن ده موقف سياسي صحيح، ولا ظن إن ده موقف صحفي صحيح. وبالتالي يعني أنا مش عارف، ومع ذلك أنا مش قلقان، يعني لست قلقا مما سيحدث. أنا قلق الوحيد إنه بكرة هنتخانق مع بعض وهنتحول إلى شرايين، وربما يتحول الموضوع بالفعل الى خناقات وخناقات مضاده. ولا اظن ان احدا من اعضاء النقابه سوف يكون قادرا على السيطره على الموقف والا الى فينا صوره مصريه. عشان كده انا مع اي جهد يبذل بالفعل على الاقل لتنفيذ الامور لتعقيد